بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في قناة موثوقة التعليمية. في هذا العدد سنضع بين أيديكم مسابقة لربح جائزة 1,000,000 درهم إماراتي، والمقدمة من طرف دولة إمارات العربية المتحدة في مبادرة أو جائزة نوابغ العرب التي ستساهم في صنع التاريخ والتغيير من خلال الإبداع. شروط المسابقة بسيطة، والمجال مفتوح ل 22 دولة عربية. تستطيع ترشيح نفسك في هذه المسابقة أو تقوم بترشيح أحد الأشخاص الذين تعرفهم والمتخصصين في أحد المجالات العلمية. تقوم بالضغط هنا على ترشيح. بطبيعة الحال تختار هنا ترشيح ذاتي أو ترشيح الآخرين. تقوم بملء المعلومات. بطبيعة الحال يجب عليك إحضار صورة شخصية وجواز سفر أو أي وثيقة بيومترية. تقوم بملء هذه المعلومات، ثم تقوم بمواصلة عملية التسجيل. تملأ جميع المعلومات التي يطلبها منك هذا الموقع، وسيتم نشر قائمة نوابغ العرب سنويا عقب انعقاد حفل توزيع الجوائز نوابغ العرب. وسيتم إطلاق القائمة الأولى في 2023 مع السعي دائما لتعزيز صيتها وتوسيع نطاق تأثيرها في مجال تسليط الضوء على أعظم العقول العربية. وكما هو موضح في الموقع، المسابقة في طبعتها الأولى. نتمنى المزيد من الجوائز والمبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتمنى أيضا حظ موفق لجميع المقبلين على هذه المسابقة. شكرا لكم على المشاهدة.